اوكي اخوتي المغاربه، السلام عليكم. كما جرت العاده، هذا حميد يعود اليكم. تسمحوا لي واحد ثانيه، ندير هي واحد العمليه بسيطه. اوكي اليوم عندنا واحد التدخل، لان في الفيديو السابق تكلمت عن الجيش الذي يعول عليه. الجيش هو العمود الفقري ديال اي دوله فيما يخص الامن، غير في الامن. احنا لا عولنا على الجيش المغربي، وماشي غير الجيش المغربي، المثال ديالو كاين في اغلب الدول العربيه. تنتظرون ان جيش شعبي يحس بخطر يهدد المجتمع ديالو اللي كينتمي ليه. داك الجيش كينتمي للمجتمع، والمجتمع في خطر، وانت لك السلاح وتقدر تغير الاوضاع. هذا الجيش المغربي اصبح ماشي غير دابا، من عهد الحسن الثاني عبارة عن خادمات في بيوت الجنرالات. كلكم كتعرفوا راه الجيش المغربي المهمة ديالو راه ماشي التدريب ولي مانوفر ديال صد الهجوم ولا صد الغزو ولا احتلال. التدريب عنده اليومية هي انه كيخدم في الجرادي ديال الجنرالات، كيخرج الكلب يدورو في الصباح وفي العشية، الاخر عنده اختصاص كيوصل المدام للحمام، والاخر كيوصل الدراري للمدرسة ويجيبهم. هذه هي التدريب اللي كاينة عند الجيش المغربي الابي. ولا كتذكروا واحد المقولة كان قالها نابليون، قال لك ان الجيوش تمشي على بطونها، يتزحف على بطونها، ولكن هي ماشي. المقصود منها ان كيفاش هذا الجندي هذا اللي البطن ديالو فارغ جيعان، بالتعربيت غتنتظر منه غيدافع على وحدة الوطن، ولا غيدافع على كتضيعوا وقتكم. الجيش هو اول قطاع اتباع، والناس اللي عندهم مراكز كتسمعوا الفضائح، كولونيل اشنو دار، من اليوتنون الفوق اش كيديروا في الامن. نفس القضيه في قوات المساعده، في كل القطاعات. الناس اللي عندهم، سمعتوا داك الكولونيل المتورط دابا في قريتها ماشي في هذه المجله ديال المسخ، كولونيل يتصور انه كيدير واحد التحويل ماشي بالاسم ديالو، اختار واحد، وهذاك هو اللي شكا به، بسميت واحد الانسان تحت منه في الرتبه، باش كيدير تحويلات ماليه تصل الى 40 مليون سنتيم في الشهر. حنا نقولوا هذا الكولونيل كيربح 3 ولا 4 المليون، هو تحويل مالي يصل الى 40 مليون، اذا 10 المرات الدخل ديالو او اكثر لمرتو نسيبو نسيتو كل شهر، وكانت تحويلات كتقدر توصل حتى ل 160 مليون سنتيم في الشهر. فلكم ان تتخيلوا الملايير. هذا كولونيل واحد، شوفوا انتما الكولونيلات والجنرالات والمدراء العامون. وقولوا لي علاش المغرب ما فيهش الفلوس؟ شكون اللي خلى لك الفلوس؟ ماشي مشكل. وبالنسبه للاخوه في الجزائر، تحيه خالصه من جديد. كنت قريت في واحد الموقع ان الرئيس بوتفليقه كيتقدم مره اخرى للانتخابات في الجزائر،
ولو أن هذا شأن داخلي يهم الجزائريين. أنا فقط فكرة أو رأي. المسائل تهم الجزائريين بالدرجة الأولى. شوفوا أخوتي الجزائريين العرب بصفة عامة، كتشوفوا أنتم يعني في انتخابات الأخرى ديال في أمريكا ديال ترامب، أن المنافسة ديالو كلينتون يعني بواحد قامت بواحد الحملة وكان فيها جهد جسدي، أن قلت النوم وكثرت الكلام وسير من هنا لهنا، يعني واحد الضغط نفسي، فأصيبت بانهيار ان كولابس، طاحت يعني سخفات وشدوها لغارد كور وطلعوها. وهذه المسألة ركب عليها ترامب، بقى كيعيبها في كل الندوات ديالو، في اللقاءات مع الجماهير كيقول لهم هذيك اللي طاحت. اذا يعني هاد الناس كيعطيو بعدا العقل واحد القيمة، وثانيها من بعد العقل حتى القوة الجسدية ديال الإنسان. إنسان مريض مهتز معوق، يعني ما غيقومش بالمهام ديالو على أحسن ما يرام. هذه مسألة لا تناقش. وقريت في واحد المجلة البارح ولا البارح كنظن، فيما يخص الخارجية الأمريكية، واللي كيهمني أنا قضية مغربية، الخارجية الأمريكية يعني عطات وضحت للرأي العام الكادو الهدايا اللي توصل بها الرئيس أوباما، واللي ما من حقوش يتصرف فيها. من ضمن الهدايا بطبيعة الحال مولانا الهمام عطى الرئيس أوباما، وتصور كلاب كيفاش دايرين. يعني انت كتعرف بان داك الرئيس راه ما عندوش الحق يتصرف، راه داكشي اللي كتعطيه غيديروه في المعرض، وعلاش كتعطيه؟ ورينا يا صاحب الجلاله انت ميركل شنو عطاك؟ عطاتك ولا هذاك اوباما حتى هو فايت عطاك شي كادو باش كترد له انت الخير ولا شنو كدير؟ اغبياء. الرؤساء ديال الدول الديمقراطيه ما عندوش الحق ولا غيعطي من جيبه، هذه هي جوج. بينما ديالنا كيعطي من جيب ديال الشعب اموال مسروقه، كيعطيها هديه، اللي كيعطي الخيل، اللي كيعطي السيوف، اللي كيعطي بالملايين، يعني العمله المغربيه بالملايير. شي كادو لهذا والله. وفي هذا الاطار هذا انا شخصيا كنعتقد في 93 كنت في السفاره الالمانيه على واحد الغرض اداري، وفجأة شت القنصل نزل ديك ساحة الانتظار ومشى لعند واحد المغربي ورد له واحد كادو هو عطاه لواحد السيد، قال له عطيه للقنصل. القنصل نزل شخصيا، ومشي شي حاجة، يعني عبارة على جوج دوك الماكل الكبار اللي كيلصقوا في الحيط، قال له ما من حقيش ناخذ، وداك الشيء اللي درت معك واجب ديالي خصني نديرو. هذاك ما شنو عطاه؟ وقيل الفيزا لولادو، يعني هو مقيم هنا في المانيا ولا الالتحاق العائلي ولا شي حاجه، وسنالو لاكور. والمغربي بطبيعه الحال بغى يدير، كيقول لازم ندير رد الاعتبار، نعطيه كادو. الاخر ردوا له وقال له الله يخليك، يعني هذاك واجب ديالي درتي. المسائل مضبوطه، لان كتولي رشوه الا خديتي انت واحد الحاجه على واحد العمل خاصك تقوم به، ما كتبقاش هديه، كتولي رشوه.
وكان كنت فكر واحد القضية ملي كنقرا في هاد الجرائد ديال المسخ، عفوا، بين الفينة والأخرى، أن يعني الأمن المغربي يوقف ويتحدثون عن الشرطة العلمية هي اللي توصل العلمية، الشرطة العلمية. وهذا كيذكرني بواحد النقطة قديمة قديمة إلى حد ما، كان علماء الآثار لقاو واحد في مصر واحد المومياء، المومي، واختلفوا واش العمر ديالها 4000 3000 3700. عيط عليهم انا داك الدريس البصري، قال اروها، جابوا ليه ديك المومياء. هذيك المومياء كلات العصا، هي ناضت وقالت لهم سميتها وفوقتاش مات، والجيران اللي كانوا حداها اعترفت بكل شيء. على هذا اللقاء القصير، لان كاينه مواضيع هنا ولكن لا تستحق الذكر، لا تستحق الذكر. اعتقال مول الطاكسي وحش الفلا وغيرها من المواضيع التي لا تستحق الذكر. الناس اللي كيسولوني على تعويم الدرهم العملة، هذاك الدرهم ما تعرفش يعوم، غير يغرق، راه غير يلوحو في الماء غينزل، هو باغي يعوم وهو اللون غير غرق. وانتم شفتوا المضاربات والمزايدات اللي وقعت، ان في قفزة نوعية ان الدرهم طاح بواحد النسبة ما كتصورش، يعني تقريبا، يعني شغن نقول لك، واحد بعد ما كان كيدير بين 9 وربما 10 ديال يعني اورو، كيدير 9.5 شي حاجه الى 10.5 شي حاجه، ولا 11.20، يعني اورو واحد. هذا مزيان الناس اللي هنايا اللي كنمشيو ندوزو العطله ديالهم في المغرب، اورو يعطيك 11 درهم وشي حاجه، نقولوا حنا غير 11 درهم بعد ما كان كيعطيك 10 دراهم، اذا ربح، ولكنها خسارة كبرى للمواطنين المحبوسين داخل الوطن. غتكون ضريبة غالية عليكم، غتدفعوا ضريبة غالية، لأن كل ما تستوردونه غيطلع الثمن ديالو بطبيعة الحال، لأن الدرهم ديالكم طاح، غتخلص أكثر من داكشي اللي كان خصك تخلص قبل. نتمنى على الله نتلاقاو في فيديو قادم إن شاء الله. خليت لكم الصحة والعافية، وإلى اللقاء فرصة أخرى. شكرا.